لله راح لخالته والله عم لاس عايز اكل نازل وانا ماشي حبيبي يا دكتور ازيك يا حاجه عامله ايه روق الجرجير كويس عشان معفن ما حدش بياكل يما في ايه اطلع عيد بالموبايل يا والله العظيم لسه بايعه طب اطلع عيد بالمحفظه ما انا ما بشيلش محفظه شلش محافظ ليه ياض عشان ما جابوليش ما جابولكش ايه ياض ما جابوليش في البيت والله ما جابولكش محفظه في البيت ايه بتفتش ليه وكمان هتقول لي معكش فلوس ها لا ما انا مش معايا فلوس لان احنا فقراء وبعدين انا هخبي عليك ليه ياض انت لسه قايل لي ياض بايع الموبايل ياض من يومين ياض ايوه بايعه ببلاش انت مبذر ياض ولا ايه مش مبذر لان والله شكلك مبذر ياض انا اسف والله العظيم شكلك انت مش مصدقني ولا ايه انت بتفتشني انت مش مصدقني لا ده انت صدقني لان انت حرامي شريف وواقف في عز الظهر فاكيد محتاج فلوس فانا كنت هديك عادي والله كلامك عجبني الله يخليك اسمك كريم ايه همام عاشت الاسامي عم همام الله يكرمك ماشي عم همام شوف وراك ايه يا حبيب قلبي واتكل على الله يلا حبيبي طب بقول لك ايه ما تشغلني معاك حضرتك اشغلك معايا فين ياض يعني اشيل لك المطوه واظبط لك البشت ياض وانا واقف في سنترال ياض ما تخلاش بقى ياض نام معاك السليمه ياض بقى على المس انت جبت المطوه دي منين المطوه دي ياض من السنبلوين علي وحسين علي وحسين اه حلو ياض الكلام ده ياض بقول لك ايه ياض اتكل على الله بقى عشان المطوه دي ما تزغرطش على وشك وتعمل معاك السليمه لا انا اسف حضرتك اتفضل يلا حبيبي شوف وراك ايه ماشي قشطه ماشي عيل بقه ربنا كنت هموته والرملة دي تشهد يا منطقة ما فيكش راجل ولا ما عاد انت يا كبير ما عاد انت انا بحسب لا ما تحسبش طب ليه كده بس تقفلي باب الشهرة والمجد في وشي استني يا لهفة بس استني ده الواد ده جامد شفت قال ايه من على الباب اما لو دخل جوه هيعمل فينا ايه قول لهم يا زميلي ده احنا هندغدغ الدنيا انا بقى جاي هنا عشان انتوا تنتجوا لي الاغاني بتاعتي وندغدغ الدنيا دغدغه يا نجم فين بس الفلوس فلوس ايه مش انتوا اللي هتنتجوا لي يا حبيبي ما انت هتدينا الفلوس احنا هننتج لك بيها هو في انتاج ببلاش اصل حضرتك يعني بص انت روح حوش قرشين وتعالى ادهم لنا هننتج لك بيهم خبطت باب المجد قالوا لي روح حوش اتريني ماشي غلط وايديا بتلوش كان نفسي اكون فنان وعالكل بيكوش معلش بقى يا زميلي الدنيا بتهوش روح انضف كده والبس هدوم وتروش وهظبط الدنيا وهتظبط الدنيا شفت يابا شفت الواد الواد كسر القافيه في ثانيه بس والله العظيم الواد ده فنان يابا وبيعرف يقول اغاني عشوائيه اهلا وسهلا هل هذا الشاي هو ما يتحدث عنه كل أصدقائي؟ نعم، إنني أشربه قبل مباريات التنس يجعلني أكسب إنه جاحد هل هو مفيد للبشرة؟ نعم، إنه يوجد في الصيدلية على هيئة مرهم أو كريم هل يقل مفعوله عندما نغادر البلاد؟ لا، إنه يزداد مفعوله خصوصاً في ساحل العاج وملاوي في الصعيد هل هذا الشاي؟ سيرجع لي حبيبي القديم؟ نعم، إنه سوف يرجع لك حبيبك القديم ويجعلك تخونينه إنه فاجر مدهش، هيا بنا لنجرب الشاي سويا هيا بنا نلعب هل سكرك زيادة؟ سكري برا إنه جميل إنه مفرح شاي دودو بيحمر خدوده عندما استعملت شاي دودو لم يكن في رأسي ولا شعرة وعندما استعملتك دهان على فروة الرأس أصبح شعري غزير جدا حتى أصبحت البنات تنبهر بي نعم شاي دودو يجعل البنت رشيقة تمشي يمشي وراءها الرجال تجري يجري وراءها الرجال شاي دودو ها 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 هو هو جاحد جدا رائع لقد نقص وزني بالفعل لقد خسرت من خصري إنشين ومن أردافي إنشين نعم هل تعلمين إنه جيد؟ نعم إنه جيد جدا نعم فأنا طبيبكم أنصحكم بشرب الشاي دودو وعندما ذهبنا إلى اليابان في جزيرة كوكواوا وجدنا امرأة تبلغ من السن 175 عاما وعندما سألناها
لماذا صحتك جيدة يا امرأة؟ قالت لنا إنني أشرب شاي دودو كثيرا وأستحمى بشاي دودو وألعب بني مائي وما زلت رشيقة. لقد شوقتني أن أراها. إنها توفت. كيف؟ ماتت موتة ربنا. شاي دودو بيحمر خدودو. جاهز تعالي كده دعوني أجرب هذا الشاي، إنهم يقولون عنه أنه ساحر. الله عليك، سوف أجربه بنفسي. لا تنظروا إلي. إنني لا أصدق، لا أصدق ما أراه. لقد جعلني هذا الشاي أكثر رشاقة وأكثر نضارة وأيضا أصغر سنا. إنني كالفراشة. شاي دودو بيحمر خدودو. واسألي، اسألي من قلبك. اسألي وانا جاوبك. اسألي، اسألي من قلبك. اسألي وانا جاوبك. اوعى خسران الله نمشي. بس يلا فك يا واد اللي يلعب معاك تاني. هات لي ترمس. اقعد يا انت قاعد اللي يلعب معاك تاني. قاعد يبقى اوعى تموت يا عشان بتخسر. عم رمضان يا كذاب يا خمام. لسه خسران. الله غشاش. انت كنت فين يا ابني انت؟ هو ايه ده انت بتخضنا ليه كده يا عم؟ في ايه؟ كنتوا فين؟ كنا في السايبر. طيب انتوا فاضيين؟ ايوه يا عم، ما بقول لك كنا في السايبر يعني سيه. ايوه يعني ما عندكوش ارتباطات مش هتصيعوا في حته تانية حاجه. الله. طب ماشي، انا عايزكم في حوار. لا احنا ما بنعرفش نجري حوارات يا ابني. وانا بقول لك تعالى على السي بي سي. انا عايزكم في حوار كده. عايز ايه؟ بس مش عايز لفه تشوفنا. بس دلوقتي انا لفه شفتها متضايقه بسبب حوار الفيلم اللي كانت متعشمه فيه ده، وعاوزه ابسطها. انا معايا 200 جنيه، فابسطها ازاي يعني؟ بتحب الكاجو؟ اجيب لها كاجو؟ احنا مالنا احنا اصلا؟ طب ابسطها ازاي؟ احنا انتوا ايه؟ ابسطنا احنا تبسطها هي. ازاي؟ هي بتحب تشوفنا مبسوطين انا وعلوه، فادينا انت ال 200 جنيه اخرج انا وعلوه نتبسط، فهي لما تشوفنا مبسوطين هتتبسط. مش صح كده يا حاجه؟ صح. اهو تمام ماشي. بس امانه عليكم، امانه عليك يا ايمن، امانه عليك يا ايمن. ايوه اتبسطوا قوي. قوي قوي. ايوه عايزنا نتبسط قوي. هات 200 جنيه تاني فوق الاولانيه. ماشي. طب اجيبها لكم من فوق. ماشي ماشي. خليكم هنا مستنينا كده. ماشي ماشي. كسبتك مش مهم، احنا نسرق فلوس. ما افرض عشان ممكن يركب من ورا. يلا. ما هو بيقول لي عقد. انا برضو يتقال لي عقد يا سمير. انا ما يتقاليش عقد برضو. مش عارف. بقول لك يا سمير، عايزين نعمل الاعلان. الكرش طلع موضه، هنبوظ المنتج كده يا سمير. مش عارف، هشوف اي حته ان شاء الله اعمل الاعلان في الشارع. بونجور. ثواني يا سمير. بونجور. صباح الخير. صباح النور. اتفضل حضرتك، شركه الحلواني للانتاج الفني. ايه ده انتوا بتعملوا اعلانات؟ ايوه. احمدك يا رب، دي حاجة حلوة خالص. شكرا. ولو عايز بدل برضو، شاف حضرتك مهتم بالبدلة برضو. ايه عاملين بدل برضو كمان؟ اه حلو ده. اه ده بقى عشان لو عايز نظارات. اه اه فاتحين برضو. احنا فرشة برضو عندنا نظارات برضو. حلو ده. خلاص. ما عندكوش كبات؟ لا عندنا كبات برضو. امال ايه؟ شكرا. اتفضل حتى بص جايب لها كاب اهو. جميل. جميل جميل. خد ده برضو اهو. برضو برضو خده برضو. خلاص يعني عشان برضو يبقى معاك كله. الحمد لله. ايوه الف الف شكر. شكرا. هشرفكم ان شاء الله. شكرا. ما احنا كفايه بقى عمالين نلزق في كروق. في ايه؟ حسن ردد اهو. حسن ردد؟ حسن ده اخوه اكيد. ليه واحد؟ مش ممكن، مستحيل. والله هو تعالى. مستحيل، ده ممثل ازاي بيمشي على الارض؟ المفروض يركب في الهواء. ايه اللي انت بتقوله ده؟ طب ما اختك فنانه هي وبتمشي على الارض عادي. فنانه ايه بس؟ احنا شفنا منك حاجه ولا شفناكي في حاجه؟ طب انا عايز اسلم عليه والنبي، عايز اتصور معاه، انا بحبه قوي. عايزه تسلمي عليه؟ ايوه. هتسلمي عليه؟ في ايه؟ يعني يخش عادي؟ نخش عادي. يوم في حياة فنان، الفنان الجميل حسن الرداد ضيفنا. ممكن تقولي بتقضي يومك ازاي يا حسن؟ والله انا يومي بحب ان انا دايما يبقى مفيد يعني، فبحاول اقسم وقتي على قد ما اقدر. اول جزء بالشغل على التمثيل وعلى المجال بتاعي، وجزء بحاول ان انا اديه لعيلتي. تالت حاجه بحب بقى الناس، الجمهور. الواحد اصلا ما يسواش اي حاجه من غيرهم. الواحد يعني دايما يبقى متواضع. صباح الخير عليكي احلى فنان. صباح النور. اهلا وسهلا. احنا في البرنامج ولا نعمل كات يا استاذه ولا نعمل ايه؟ لا لا خليك داير زي ما انت. ده يوم في حياه فنان، لازم نصور كل حاجه. ازيك يا حسن؟ ده انت مقلب.
لا خالص مقلب لا لا خالص. ايه انا لهفة الحلواني انا زميلة على فكرة يعني انا اشتغلت مع استاذ حسن قبل كده انت ممثلة يعني انا ممثلة وجهي جديد اهلا وسهلا ربنا يخليك وانا ايمن مدير اعمال استاذ حسن ابو علي فعلا ايمن فعلا مدير اعمالي انت معانا في انا معاك على فكره في حقي معاك بس لسه ما خدتش اوردر تحت امرك يا لا انا فنانه بغني وبمثل وبرقص وبعمل استعراض وبمناسبه الكاميرات النهارده انا كنت عايزه اعلن ان انا كمان بكتب لا بجد وانا كاتبه لك فيلم على فكره والله يعني يمكن متواضع جدا لعلم حضرتك انا متشكر متواضع جدا وهو بيحب الناس قوي ربنا يخليك بيحب لهفه ومعاها ان شاء الله في الفيلم اللي جاي امال ايه يا رب ان شاء الله فيلم قريب طبعا هتعمل فيلم قريب مع لهفه يعني لسه هو كلام وعلى فكره انا ورثه الفن عن بابا بجد بس هو هيغير بقى بزنس التمثيل وهيتجه للانتاج ودي شركه انتاج جديده هو عاملها لو عندك اي اعلان اي حاجه حلو الحلواني انتاج الفن مش عايز تسمع الفيلم ولا ايه لا يا حسن عايز احكي لك الفيلم طب خليك احكي لك قصه الفيلم ده هي اللي كاتباه يعني طب على الهوا عشان الناس تبقى عارفه الفيلم قبل ما تخش الفيلم بقى بيبتدي على مشهد اكشن خطير بينط من اسانسير وبيشيل البنت حاجه رهيبه وبعدين هو هيبقى بابا دكتور بيسرقوا الثلاثه اللي العيانين اللي في العياده ثانيه واحده وبعدين بيختفي كاتب السيناريو ثانيه واحده ده فيلم زنق الستات اللي انا عملته مش نجح ايوه اعمله تاني الله في ايه مش نجح افرح أيوة يا جماعه اديني فرصتي انا هو مش ده انا معلش يا لهفه احنا اسفين زنقت ستات لحد هنا وخلاص انا بقول لك الثلاثه هيختفوا الثلاث بنات هيختفوا ده كتير يعني وبعدين انا باجي انقذك انقذيني هو في خطر على حياتي ما هو دلوقتي بقى هنعمل بعد كده انا وانت اكشن مع بعض وهنمشي هنمشي هنمشي سلو موشن كتير هنعمل بقى اغنيه يعني احنا نمشي سلو موشن ايوه ما شاء الله ده عندها كمان رؤيه لا خلي بالك انا عامله له الفيلم يعني هيبقى فيه اكشن هيبقى فيه استعراض هيبقى فيه كوميديا هيبقى فيه تراجيدي هيبقى فيه حاجات كتير جدا ما شاء الله جداً. ده فيه كل حاجه موجوده شاملة. في الفيلم طبعاً. يعني طبعاً. شوفي طبعاً. شوفي الناس مليانه في مواهب كتيره موجوده في المجتمع ما طلعتش لسه ربنا يخليك ما شاء الله يعني بتفكرنا بالنجوم بتوع زمان اللي شاملين نعيم عاكف والحاجات انا 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 عايزه اقول لك حاجه يعني انا اصلا مش مصدقه ان انا واقفه قدام حسن اصلا والله طبعا مش تعملي كابتو دقيقتين بس وبعد كده لا لازم نكمل احنا بنسجل لازم نكمل احنا وقت هنتكلم قولي بقى احكي لي من وانت صغير اللي كان اكيد كان ليك اصحاب هل صحابك دول فضلوا معاك لما كبرت ولا بقى عندك صحاب تانيين لا عنده صحاب تانيين طبعا انت تعرف صحابي منين هم اللي ايه كان يعني بيأجر كوره ويروح يلعب لوحده حضرتك خليه يحكي لك بقى منط في النيل يا ايمن كنت ناسي الحكايه دي خالص فعلا انا مره كنا ماشيين واحنا صغيرين وبعدين مره واحده قلت له تراهن ايمن انا ممكن انط في النيل انا كنت بهزر بصراحه قال لي ما تقدرش فانا بصراحه ايه عارفه الواحد وهو صغير عنده كده يعني حاجات فسخنته وبتاع ومنطيت فعلا في النيل وتاخرت يوميها بقى وجالي برد وقعدت اسبوع شفت بقى لو كنا شافوك دلوقتي ما كنتش افتكرت الحاجات الحلوه دي طبعا لا هو الواحد اللي بيقابل صحابه بس طبعا عشان مشاغل الحياه احنا بنختفي وبنروح ونيجي بس اكيد اكيد يعني طيب حسن اكيد طبعا حسن اكيد كل بني ادم في الدنيا بيبقى عنده مواصفات لفتى الاحلام او فتاه الاحلام حسن الرداد فتاه احلامه مين انا بحب البنت الحقيقيه طبعا مش جرافيك يا ابني ثانيه واحده ثانيه واحده حبيبتي ثانيه واحده ثانيه سونسون دلوقتي الحقيقيه دي اللي هي ايه يعني زي كده لما انا دخلت على طول بكل جرأة وكأن حاجة بتشدني بتهزمني تدخلني على طول هنا بكل تلقائية هي دي الحقيقية يا سلام ده شرف ليا والله وانا هفكرك في يوم من الايام هتشوفيها هتبقى حاجة كبيرة يا رب ان شاء الله بإذن الله ربنا يخليك انا والله انبسطت اني شفتكم هو ليه البرنامج بهتان كده حضرتك يعني في ايه عايزين اغنية استاذ ابو علي ده صوته ده ايه ده صوته مين يعني حاجة عشان ينزل نقطع على اليوتيوب وننجح يلا يا حسن سمعنا حاجة انا ممثل يعني انا غنيت بس كده في الفيلم لا لا صوتك جميل ورقصك قمر وتجنن والله العظيم كنت تجنن طيب عايزين ايه يلا يلا يا وحشني اديني رنة هتلاقي الدنيا جنة هتلاقي لعمة فتح ولك رقص قمر وغنى والله انا مبسوط انتوا عملتوا حلقه حلوه قوي قوي انا مبسوط جدا بيهم والله مبسوط بالحلقه بتاعتكم دلوقتي اكيد هتساعدها صح بليز
حاضر اساعدك من عنايا الاثنين. انت شوفي انت عايزه ايه وانا ان شاء الله انت معايا في المسلسل باذن الله. ما عنديش شك في جدعنتك ابدا بجد. ودلوقتي هوريكي استاذ حسن هيساعدنا ازاي. يلا بقى فرق بقى فرق بقى في ايه. بحبك حسن. فيلمك الجديد يا حسن مش شايف قريب ان شاء الله. انت مالك انت فيلم جديد يا ابني ما تردش على الناس كده. ماشي ماشي ديمو كروت. اهلا وسهلا. ايه فرق معلش. اهلا وسهلا. ازيك لهفه بطلة فيلم حسن الجديد. عبد الحميد الدقاق بطل العالم. يلا يلا ادي لي ادي ايه احلف له ايه معيش كروت. اتفضل سوري. فرق بقى فرق بقى واعمل بلومتك بقى يا اخي بقى. حاضر 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 يا استاذ عبد الحميد. خلصنا تصوير الحمد لله. الكاميرات مقفوله. اه ثواني يا ريس. ثواني ثواني يا ريس. ناكل بقى ناكل ده انا هاكلكوا حته. خد انا علي اسمك ايمن.